كهاني، ما رح أقعد معك بالاحتفال اللي رح تعمليه. سمعتيني مو هيك؟ لك أنا عم أحكي معك، شو رح تستفيدي بقعدتي جنبك؟ رح نستفيد كتير على فكرة، ولا تنسى هي عاداتنا. يوغ، لازم الزوج والزوجة يعملوا كل هاي الطقوس مع بعضهم. الكاهن جاي على الطريق، خلينا نعمل الاحتفال، وين المشكلة؟ شوفي كهاني، أنت بتعرفي أنه هي النقطة الحمراء اللي عجبينك ما أنا دليل ورمز على الحب نهائياً. هي ممكن تكون بالغلط على فكرة. تعرف يوغ، تطليع التياب من الشنطة وطوية وترتيبها بالخزانة شغلة صعبة، ما ضل معنا وقت. لوين بدك توصلي؟ ليش عم تعصبيني هيك؟ أحياناً بيجي على بالي شو؟ إنك تقتلني؟ القتلة والمجرمين بيكونوا مختلفين يا يوغ، بيقتلوا عن جد، ما حدا منهم بيساعد الناس بتقطيع الحطب. بعرف إنه الشخص يلي استدعى الصحفيين وعمل الفضيحة هو خلاك تتضايق، هلأ من شان هيك روح عصب عليه. مو تعصب علي أنا، لأني تحملت كتير وما عاد قدر. خلاص حاجتي إهانات، يلا روح هلأ جهز حالك، أنا عندي كتير شغل. أعملي يلي بدك يا، أنا ما رح أقعد معك بهذا الاحتفال أبدا. أنا واثقة إنك ما رح تضايقني ورح تقعد جنبي. يوغ، هاي الشوفان يلي بتحبه، يلا تعا معي. جونجان، بس إذا بتعملي معروف حطيه بالبراد، ويوغ بعد الاحتفال رح يأكله. يوغ ما له علاقة باحتفالك، لهيك سكتي. أنت ما بصير تاخدي القرار عن يوغ أبدا، وانتبهي على حالك كيف عم تحكي. يوغ بده يحضر الاحتفال لأنه شخص بيعرف بالأصول، ونحن ملتزمين بكل العادات، لهيك بده يحضر. جونجان، حطيه بالبراد وباكله بعدين. لا بس ليكون بعلمك ما رح أقعد معك بالاحتفال أبدا. أنت بتنزلي لأي مستوى مشان المصاري مو هيك؟ وبتعملي أي شي كرمال المصاري، وبتتحملي كل الإهانات اللي عم تسمعيهم، صح؟ إذا قدرتي بيوم من الأيام تتقاتلي معي أنا، قري شوية تاريخ قبلها، تعرفي وقتها أنه هذا الموضوع ما بيتعلق بشغلي أبداً، لأنه أعظم الأسياد بحطوا تيجانهم وعروشهم قدام البنات اللي بيشتغلوا شغلتي. لهيك حاجة تخافي وروقي شوي. أنا عم أسكت لأنه ما بدي مشاكل. حلو، لكن لازم تعرفي أنك ما رح تاخدي شي من هون، ما رح تاخدي مصاري ولا الحب يا زكية. يا ريتك تفهمي يا جونجان أنه الحب هو شي ما منقدر نكسب فيه، الإنسان بيخسر كل شي بس يحب، صدقيني. عم بتقولي كلام أكبر منك كهاني، وفي حقيقة أنت لازم تعرفيها منيح، إني أنا بحبه ليوغ وما رح أتركه. أكيد الحب ما بيتخبى يا جونجان، أنا بفهم مشاعرك منيح ومقدرة كل اللي حاسة فيه، بتفهم وضعك، كلياتنا معرضين لهذا الشي، بس مو ضروري نحصل على كل شي بدنا اياه. الحياة قاسية عن جد؟ شي بيضحك، هذا اللي ناقص، رقاصة عم تعطي حكم. عمي، انت بتعرف ليش نحن بقيانين هون؟ بس لأنه بدي أعرف اسم أمي وأبي، وأنا ما بقدر روح قبل ما أعرف كل التفاصيل المتعلقة فيهم. كلهم مفكريني بقيانة من شان المصاري، وما حدا بيعرف اللي جواتي. بس انت بتعرف الحقيقة يا عمي، انت الوحيد هون يلي بيقدر يقول لي أسماءه. بترجاك قل لي مين هنن أهلي، بدي أعرف عنهم أي شيء. عم يقول يوغ الخلافات رح تضل موجودة طول ما أنا عايشة معكم بهذا البيت، وما حدا رح يعيش سعيد. خبرني وأنا رح أترك البيت وأطلع، وهيك الكل بيرتاحوا. أكيد أنت هذا اللي بدك إياه، وبعدها بيقدر يوغ وجونجان يعيشوا مع بعض، والبقية كلهم بينبسطوا. بترجاك خبرني أي شيء، بس قل لي مين هنن أهلي، شو كانت أسماءهم.
أنا عزمتهم يجوا لعنا مشان يشوفوا إنه يوغ مانو مهتم بهديك الرقاصة وما عم يفكر فيها نهائياً. هديك الرقاصة صايرة عم تحكي بالقصة دائماً وعم تطالع علينا إشاعات ما إلها أي صلة بالواقع، لهيك دعيتهم يجوا يشوفوا بعينهم. تفضلوا، أهلا وسهلا فيكم. شو أخي؟ أكيد عم تفكر تساير كهاني مشان ما تزعلها، ها؟ صدقني ما في داعي تكون رجل نبيل مع هيك نماذج. قلعها من البيت بأسرع وقت ممكن وارتاح وريحنا بقى، وإلا رح تدمر عيلتنا ووقتها رح نصير مضحكة. هاي كل العالم عم تطلع علينا إشاعات. أنت جبت الصحفيين وشوهت سمعة العيلة وزدت الإشاعات، وهلأ جاي عم تحكي عن العيلة؟ فظيع، أنت ما في حدا مثلك يا أخي. العمى كيف عرف هاد بهاي القصة؟ كل ما خطط لي شي خطة وإيجي لأعمل شغلة فجأة بيطلع. شو هالوضع؟ عن جد ما عاد ينحمل. يعني شو عرفوا باللي صاير؟ بيضرب بالمندل؟ أهلين حضرة الكاهن. أهلين فيكي. انتهيتي من كل التحضيرات؟ إيه. هلأ روحي نادي لزوجك واربطي العقدة وخلينا نبدأ بالاحتفال. كهاني تعالي شوي. كهاني، أختي الكبيرة جمعت كل نسوان الحارة هلأ، تعرفي ليش؟ من شان الاحتفال، لحتى ما تقعد وتشارك معي، وإذا أنت ما شاركت معي بالاحتفال أنا رح انهان قدام الكل، وهي رح تنتقم مني قدام هدول الناس. بس أنا بعرف إنه ولا شيء من هذا رح يصير، لأنك أنت أكيد رح تشارك معي وتمشي بالقصة. بفهم منك أنت مانك خايفة تنهاني؟ ليش بدي خاف؟ زوجي موجود لحتى يحميني منه. شفتوا الحية اللي بتلف حوالين الشجرة؟ إذا ما شفتوها من قبل هالرقاصة اللي قدامكن بتشبهها، ما كتير في فرق. أختي الكبيرة معها حق، هاي الرقاصة لافة حوالين يوغو ما لها ناوية تتركه مثل الحية اللي على الشجر. شايفين؟ كل يوم عنا هاي الحفلة، من لما هي إجت ما ارتحنا بعيشتنا. واليوم على أساس رح تعمل احتفال ولساتها مصرة تقعد مع يوغو وتخليه يتعامل معك كزوجة. يوغ قال رأيه بصراحة إنه هو ما بيعترف فيها كزوجة، لهيك أكيد هو ما رح يشارك معه. يلا يوغ امشي، تعال معي. شاي جاهز. تفضلوا، تعوا نقعد ونشرب الشاي. استريحوا وتفرجوا على هالمشهد المهين لهي الرقاصة، هي اللي اجت على بيتنا وفرضت حالها علينا. هيك رح يصير بكل هاي النماذج اللي مثلها، تفرجوا على خيبتها. بعد اللي رح يصير مع كهاني أكيد هي رح تترك البيت. ما تخافي، أنا هون وما رح أتركك ورح ضل جنبك وما بتخلى عنك، لهيك بدي تطمني. الوقت المقدس ما بيستنى حدا أبداً، صارت الساعة 2:30، ما بيصير الواحد يعمل الاحتفال بعد الثلاثة. لا حضرة الكاهن، وما رح يصير الاحتفال قبل ما يجي زوجي لعندي، لهيك أنا رح ضل ناطرته. إذا هيك رح تضلي ناطرة. لا مو صح، أنا ما رح انهان لأنه في مين يحميني، وأكيد ما رح يتركني لحالي، ورح يجي لعندي ويشارك معي بهذا الاحتفال اللي عم يصير قدام الناس. أنا واثقة إنه هو ما رح يتركني. أنا ما رح أقدر شارك معه، ما
مع أنه هي المناسبة بتكون مقدسة. الشاي كتير طيب اليوم والقعدة ظريفة. عجبتك هاي الإهانة؟ حاسستك مبسوطة بعد كل شي عملتيه فينا ولسه واقفة بوقاحة. غريب كتير قديش هالبنت عنيدة. الحق معك أختي الكبيرة، هي جنت على حالها وعنادها هو يلي ضيعها بالأخير. يا أمي برفاتي، أنت أكيد هلأ فيك تساعدينا. رجاءً خلي صهر يوغ يشارك مع أختي كاهاني بهذا الاحتفال. أنا ما بدي إياها تنقهر وتبكي قدام الناس، رجاءً. بدي أي إشارة تخلي يوغ يقتنع ويشارك. تعال يوغ، لا تخزلني. ما بقدر أجي يا كاهاني، أنا آسف. لك من وين اجت هاي العاصفة فجأة؟ ليك يوغ، هلأ في بإيدك شغلات كتير مقدسة ورأس سفرجل وشوكة التفاح، وإنت رجال صادق وإنسان بيحترم كل المقدسات، لهيك رح تشارك معي بالاحتفال لأنه حضوري أنا بيشترط حضورك. خليك مثل ما بعرف، مثل العادة ما بترضى أي غلط. ليك يوغ، هلأ في بإيدك شغلات كتير مقدسة ورأس سفرجل وشوكة التفاح، وإنت رجال صادق وإنسان بيحترم كل المقدسات، لهيك رح تشارك معي بالاحتفال لأنه حضوري أنا بيشترط حضورك. خليك مثل ما بعرف، مثل العادة ما بترضى أي غلط. يعني إذا حكيتي هيك رح يقعد جنبك مثل أي رجال وزوجته؟ آه؟ مفكرة حالك ذكية لتقدري تتشاطري علينا؟ أنا ما عم أتشاطر، حكيت الشغلات يلي حاسة فيها، يعني ما غلطت. يوغ قلت ما رح تقعد مع كهاني بالاحتفال. لا، أنا مضطر إني أعمل هيك، الإشارات كلياتها عم تقلي اقعد جنبها. ها؟ يعني مو مفكر بعائلتك ومو حاسب لحساب، مو هيك؟ مو مشكلة، أنا قررت اقعد جنب كاهاني.
هذا شكله جن، ما بيصير هذا الحكي بنوب، لا تسمحوا له يروح، يلا وقفوه. يوغ، يلا يوك نربطت العقدة، تعال نقعد مع بعض. الاحتفال انتهى. اللي صار غلط يا حضرة الكاهن، انت شربت الشاي تبعك وخلصت شغلك، لهيك ضب اغراضك وتركنا. شو يا اخي احكي لي، انت شو اللي عم يصير معك بالضبط؟ كل يوم برأي بتقول شي وبعدها فورا بتعمل عكسه. ليش قعدت جنبها اليوم؟ نسيت انها رقاصة؟ اللي صار هلأ مانو مزبوط. خلص أنا ما عاد فيني اسمع حدا. يوغ قعد جنبها لحتى يقهرني، هو عم يتصرف كأني مو موجودة أبدا. أنا ما عاد أبقى بهذا البيت، بدي ضب غراضي وروح. بعدوا عني، اتركوني، مستحيل أضل بهذا البيت. شو صار لك؟ ليش بدك تروحي؟ كل الإشارات اللي قالوا عنا مانا صحيحة بنوب. الشباك ما كان مسكر منيح لهيك بلا قلة عقل. وهي العاصفة اللي طلعت فجأة علينا، صارت هي العاصفة على كل الناس مو بس علينا. لا تفكري بالقصة وتكبريها. أختي الكبيرة معها حق، جونجان حبيبتي اهدي شوي. هي الرقاصة بحركاتها الخبيثة أقنعت ابني يوغ يقعد جنبها، بس هاد يلي صار ما عاد يتكرر. لا تحطي عقلك بعقلها، هي وحدة خبيثة وأنا بعرف حركاتها منيح. هذا الشيء اللي صار ما إله أي معنى على فكرة، وإذا قعد جنبها بالاحتفال شو يعني؟ صارت كني؟ ليش عم تبكي جونجان؟ جونجان؟ لا تبكي يا روحي، اللي نقال كله صح، مسحي دموعك. أنا عم حاول هدي حالي وما أتضايق بهذا البيت، بس هلأ خلص، ما عاد أقدر أتحمل أكتر، ما عاد فيني شوف يجمع مرة غيري، ولهيك ما بدي أبقى بالبيت ولا سعدني. جونجان! شو بدك تقلي بعد اللي عملته؟ جونجان صدقيني أنا ما كنت ناوي إني ضايقك، وكمان ما بحب شوفك مقهورة، ومن هاللحظة رح صلح كل شيء.
حتى هلأ صار الوقت أمنحك شرعيتك كزوجة لإلي. هذا الولد كل ساعة بعقل. أنا سبق ولبستك الطوق، بس ضل جبينك فاضي طول هي الفترة، وهذا رح يتغير من هي اللحظة. رح أعترف بزواجنا. هذا اللي عم يصير هلأ كله لصالحي. كفي يا أخي وتجوزها وترك لي كهاني إلي. أنا قصرت بحقك كتير من دون قصد، حتى قهرتك كمان وضايقتك طول الوقت. أنت الخيار تبعي، لهيك رح أحط لك الصبغة على شعرك. اتركيلي ايدك يا هاني. الصبغة اللي بتحمل اسمك موجودة على شعري انا يا يوك. انا حطيت لك اللون الاحمر قبل على شعرك كهاني، بس انا كنت غلطان بيلي عملته، لهيك بدي احط الصبغة لجونجان. ما رح تحترم الاتفاق اللي بيننا؟ ما فيك تعمل هيك طالما حطيت لي صبغة على شعري. لا تنسى انت سبق ووعدتني انا وعدتك اني ما رح شيل الصبغة عن شعرك، بس بوقتها ما وعدتك أني ما رح أحط الصبغة على شعر مرة تانية. أنت عم تسيء للرابط المقدس يلي جمعني فيك، وهذا التصرف غلط. فيك تروح وتسأل. طالما أنت عملت الطقوس معي وحملتني جنب النار ولفيت فيني 7 مرات، صار الرابط بيناتنا. لهيك أنت ما عاد فيك تختار أي مرة تانية. هي العادات تبعنا، لازم ينتهي الرابط يلي بيننا لتأسس غيره. لهيك قلت لك اللي عم تعمله غلط، هذا غلط بحقك وحقي، وهذا الحكي أنا ما برضى فيه، وما رح أتخلى عن الرابط يلي بيننا. خلصنا بقى، يلا يوج شيلها. يوج شيل الصبغة. حاضر. انت كتير زودتيها. ما رح اتركك تعمل هيك، وما رح اتخلى عنك. انا الشرع والقانون بطرفي، وهذا الشيء من حقي، ورح ضل دافع عن الرابط يلي بيننا، وانا مستحيل اقلل من احترامك. اتذكر انك الرجال يوج، وحقك تعيش مع مرتك اللي بتختارها. فورا انهي هاي القصة وخلصنا. هادي اللي عم تعمليه عيب، ما بيصير تتصرفي بهالطريقة. شو القصة، غصب يعني؟ بدك يقبل بالزور؟ يوج، في رجال برا غرقان بالمسبح، ما عرفت شو ساوي، قلت بجي وبخبر الكل. يوج، لا تبكي جونجا. لكي أنا بعرفك أقوى من هيك. صدقيني أنا ما كان عندي نية ضايقك بكل شي صار، بس الظرف حكم علينا اتنيناتنا. أي وحدة مكاني رح تدافع عن حالها، وما كان فيني أعمل غير اللي شفتي. أنا آسفة إني ضايقتك. بعد كل شي عم تعمليه لسه عم تعتذري؟ اسمعي، أنا هلأ وبهاللحظة بدي أعطيكي وعد. قصتي أنا ويوج رح تكمل غصب عنك، بعد ما تتقلعي أنتي وتتركي هذا البيت وتطلعي من حياتنا كلها. وصدقيني هاليوم مو مطول أبداً ورح تشوفي. هاد هو وعدي لإلك. جد رح يصير مثل ما قالت؟ يعني نحن رح نترك هاد البيت ونطلع؟ انتي عم تفكري تتركي ليوك؟ انا بعرف انتي شو عملتي هلا، كذبتي عليهم. انتي ما بتعرفي انه الكذب شغله كتير سيئه، بس ماشي الحال، اهم شي ما تعيديها. اتفقنا؟
حدا عم يغرق. الصغيرة كذبت علينا كلنا. ايه طلعت مانا سهلة وقدرت تكذب علينا وتطالعنا. شو رح نتوقع من هيك ناس إذا من الأساس ما فيها ترباية؟ يوجا عنيد كتير مثلك، لا تتركي إيده. إيه؟ رجاءً، أنا خفت عليك ولهيك كذبت عليهم. بعتذر، وعد ما رح أيدا مرة تانية. ولا يهمك. ليش الرقاصة شو ممكن تعلم الأولاد غير الكذب؟ طبيعي كتير تطلع كذابة مثلك. أنت ما بتفكر بحكيك قبل ما تقوله؟ هي العادة إمتى ناوي تغيرها؟ الحق عليك بالأساس، أنت ما شلت إيدك. لا يا عيني، أنت يلي مسكتي لي إيدي. الحق عليكي أنت. شو؟ عن جد عم تحكي؟ إيه عن جد، بس ما تفكري إنك رح تمنعيني بهالطريقة. ليش؟ رح ترجع تحط لها الصبغة؟ جونجان هلأ قالت إنك ما رح تحط لها الصبغة على شعرها قبل ما تقلعني من البيت. اللي يوك بدك تقلعنا من البيت شي؟ اللي ليش بدك تعمل هيك؟ تعي كهاني، أنا جوعانة كتير. راني، روحي سبقيني لحقتك. ماشي أختي. خلص ترك لي إيدي. ليش عم تعملي كل هاد؟ أنا بس كنت عم دافع عن حقي. أنتي بتحبي ضل دايقك يعني؟ أكيد لا، وبعرف إنك أنت ما بتقصد تضايقني، وهالحكي قناعة عندي. ليكي أنا صبري قرب يخلص يا كهاني، فهمي هالكلام ولا تضطريني إني عن جد دايقك. إذا صبرك خلص بهديك بطريقتي. سامحني يا يوك، أنا مجبورة هاي الفترة ضل واقفة بينك وبين جونجان، بس لحتى أعرف كل التفاصيل عن أهلي وأقدر لاقيهم، وباليوم اللي رح لاقيهم فيه رح أتركك أنت وجونجان. نحن واقعين بمصيبة ولازم نتعامل معه. خلص هذا الوضع اللي نحن فيه بدنا ننهي، وأكبر دليل هذا اللي صار اليوم وكيف هديك وقفت بين يوك وجونجان. شو آخرة هالوضع؟ ولأمتى بدنا نضل ساكتين؟ لا يعني ما رح نضل ساكتين، لازم نتصرف. أنا زعلان كتير على يوجو جونجان فوق ما تتخيلي. إذا خليناه ياخده ويسافر يمكن تنتهي المشكلة. لا، إذا تركنا البيت أنا ويوج رح تفكرنا هربانين منا. هالمشكلة كان لازم أحل من زمان، لك يا ريتني حطيت عن حدا ووقفت بوشها وقتها ما كنا وصلنا لهالحالة السيئة. جونجان، طيب هلأ شو فقدت التفكير بالماضي؟ لازم نفكر بالمستقبل، ولهيك بدي حل المشكلة بشكل جذري. أنا بدي أتزوج جونجان قدام العالم كله، يمكن ما في غير هذا الحل. يا سلام، شو هالحكي؟ منبلش نعزم العالم ونطبع كروت العرس، وإذا هديك الرقاصة رفعت دعوة اتركوا لي إياها، أنا بحل القصة معها. بالأول اسمعوا يوج، الحقيرة إجت اليوم وتحدثنا قدام الكل بطريقة واضحة، وأنا من هاللحظة قررت وقف بوشها. لازم تطالعها من هذا البيت، وباليوم اللي رح تطالعها منه منتزوج ومننسى كل اللي صار معنا من قبل ومنفرح باقي عمرنا. إيه؟ أنا المسكين الوحيد بالعيلة، ما حدا مفكر فيني ولا بالشي اللي بدي إياه. رح انتقم منك على كل دمعة نزلت من عيون أهلي بسببك يا كهاني. عمي، اللي انت بتعرف شي عن ابي وامي؟ انا رح اعطيك تليفوني، اكتب لي فيه اي معلومه بتفيدني. بعرف انه الكتابه صعبه عليك، بس ما عنا حل تاني، لهيك حاول من شاني وشكرا كتير. لما بتقلي كل اللي عندك رح اترك هذا البيت، انا ما عاد بدي سبب مشاكل لحدا. تفضل.
فيك تكتب عليه. انت بلش اكتب وانا رايحة اطبخ لراني. بالاذن. اليوم رح اكتب كل شيء، واكيد رح يكون احلى يوم بكل حياتنا انا وياكي يا بنتي. انا ابوكي الحقيقي يا كهاني، كنت بحبها لامك فوق ما تتخيلي. راني انتبهي عليها، رح جيب الملح. ايه. اختي. شو اللي صار؟ حرقتي ايدك؟ لحظة استني شوي، حطي ايدك بهي. عم تحرقني. لا تخافي هلأ رح تهدأ. ايه حطيها. مرة كذابة ومرة بتكون صادقة، وكمان مرة بتطلع سيئة ومرة بتطلع طيبة. انت شو بالضبط يا كهاني؟ انت خلي ايدك بالمي. ايه وانا رايحة اجيب مرهم. لا طالعي ايدك منها. لسه كتير رح توقعي. أكيد العم رح يكتب لي شي عن أهلي، رح شوف. لوين رايح الحلو؟ أنا بعرف إنه القمر بيطلع بالليل ومستغرب كيف طالع بالنهار. محتاجة مساعدة. ليش أنت ما في عندك شغل؟ إيه طبعاً. شغلتي تكوني مرتاحة؟ أنا تحت أمرك أنت؟ أنا في عندي شغلة بتناسبك كتير. يا سلام عليكي. قولي لي شو هي؟ أنت أي شغلة بتقولي لي عليها بعملها على العمياني، يعني هيك بلا ما أفكر. إنك تروح تتعلم الأخلاق. جد؟ أنت قليل الحياة. أنا جاهز تعلميني الحياة تبعك. تسلم للرقاصة المستحية اللي بدها تعلمني الحياة مثل ما بيعلموا الضرب على الدربكة. روبا؟ نعم. أبوكي وينه هلأ؟ وين أبي؟ ليش مانو بالغرفة؟ لا مانو هنيك. أنا رايح أدور عليه. لا تقلقي. بس ما يكون عم يخطط لشي جديد مع هديك الرقاصة. مشلول وما في يتحرك، بس هو ذكي ومخه شغال وما حدا بيعرف شو عم بيفكر. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.